من النشاطات الميلادية المنتظرة هالسنة بمنطقة صغيرتا كريسمس فيليج 2013، وهالحدث مش بس بينطروه أهالي صغيرتا إنما كمان أهالي كتار من الضيع والمناطق المجاورة. تفاصيل عن كل نشاطات هالسنة وبرنامج هالسنة مع ضيفتنا، برحب بالمنسقة الإعلامية ومن منظمي هالحدث دكتور جوزيت معوض. أهلا وسهلا فيكي جوزيت. أهلا فيكي جوزيت. كريسمس فيليج صاروا بينطروا كل أهالي صغيرتا وكمان كل أهالي الضيعة المجاورة. نعم. لأنه بكل بساطة أجواء ترفيهية مخصصة لكل أفراد العائلة. نعم. هالسنة عندكم سلوغن مميز. قبل ما أحكي عن السلوغن بحب أقول أنه كريسمس فيليج 2013 من تنظيم فونداسيون روني معوض. نعم. كلاب دي ستوديون غاردوري إتوال دونور وجمعية المساعدات الاجتماعية. مثل ما سبق وذكرتي حضرتك، نحن مش أول سنة بنقوم بهذا النشاط، صار لنا أكثر من 10 سنين عم ننفذ قرية الميلاد 2000 وقرية الميلاد سنة عن سنة بمنطقة صغرتا. السنة في عنا شعار أطلقته مدام ماريال ميشيل معوض، هو ليف لاف صغرتا. المسج من وراء هيدا الشعار لنبرهن انه بالرغم من الوضع الامني يلي موجود بالشمال ومن ثقافه الموت يلي عم نعيشها فوق، بالمقابل في ثقافه الحياه، في الحب، في الفرح، في العطاء. عم نجرب نحن نجسد هيدا الشعار من خلال قريه الميلاد والنشاطات يلي عم نقوم فيها. يعني انتم عم تتحدوا الظروف اللي عم بتعيشوها بمنطقه الاقتصاديه والوضع الامني، ومكملين باجواء العيد، اجواء الاحتفال ومعاني العيد الحقيقيه مثل ما عودتونا كل سنه جوزيت. يعني عم نجرب ننقل الجو يلي موجود ببيروت ونعطي فرصة لكل طفل. الأهالي يلي موجودين فوق مش قادرين ينزلوا على العاصمة يقدروا يعطوا فرصة للولد ليحس فعلا بفرح العيد. قرية الميلاد بصغرتها بتنطلق بكرة 19 ديسمبر. خبرينا. نعم. عن نهار الافتتاح جوزيت. بكرة الخميس 19 الشهر الساعة 4:30 هو افتتاح قرية الميلاد. بكره بيتضمن عدة محطات، أول محطة هي افتتاح سوق الميلاد كريسمس ماركت. كريسمس ماركت نحن الفكرة هي عبارة عن بيوت، نفس الفكرة موجودة بيوروب، يعني اعتمدنا يوروبيان كونسبت. مش رح يكون في بس لكريسمس ايتمز، حيكون في موني، حيكون في هاند كرافت، في ارتيكل كادو، يعني كل ست قادرة مش بس تروح تاخذ اغراض لكريسمس از جيفت، كمان لبيتها. من لحاجات المنزل. نعم. هون عم نحكي عن حرفيات ومأكولات بتشتهر فيها منطقة شمال. نعم، أهل الضيعة. نعم. بالمقابل في عنا أنيميشن فور كيدز، في عنا سانتاز هاوس، كل طفل رح يكون عنده الفرصة ياخذ صورة مع سانتا كلوز. بنفس الوقت على 4:30 بالوقت يلي الست عم بتجول بالسوق عنا بكنيسة ماريو حنا بوسط صغرتها، في عنا ميني ستوديو كريسمس وذ ميني ستوديو كمان بكنيسة ماريو حنا. هيدا أول نهار. ثاني نهار الجمعة 20 الشهر رح نبلش بالساعة 4 بسنتر ميلاد الغزالة معوض، هو جانب كنيسة ماريو حنا، مع تيك تاك تاك كريمي أنويل. الساعة 7 مسرحية للصغار. نعم، مسرحية للأطفال، يعني مثل ما شفنا بكريسمس فيليج بتضم أحدث وأجدد المسرحيات اللي موجودة بزمن يعني الميلاد. بالوقت اللي صغار بيكونوا عم يحضروا المسرحيات، الأهالي ممكن يتجولوا بالكريسمس ماركت. نعم، لأنه الماركت رح يكون كل يوم أفيلبل الساعة 4 للستات يلي بحبوا يشتروا. إلى جانب العروض. نعم. الساعة 7 في عنا ريسيتال ديني مع تانيا كاسيس، يعني اسمها بيختصر تاريخها، خصصت ريسيتال لمنطقة صغرتا، رح يكون الساعة 7 الجمعة. نعم، بكنيسة سيدة صغرتا، كنيسة سيدة صغرتا كمان بوسط صغرتا. بلشنا نشوف صور ولقطات من السنوات اللي مضت. نعم، من هذيك السنة، كمان حنشوف في نشاطات للأطفال مثل ما عم بيشوفوا المشاهدين. في عنا كمان اشتهرنا بالمغارة يلي كنا نعملها، كنا نعمل أكبر مغارة بالشمال بخلال كريسمس فيليج. في عنا السبت الساعة 7 غينوا لو كارنفال دو نويل، كمان بسنت ميلاد الغزالة معوض. نعم. للأطفال. والأحد في عنا كريسمس باريد. كريسمس باريد هو عبارة عن ترين وماسكوت رح يجولوا بشوارع صغرتا، الانطلاقة الساعة 4:30 من أمام كنيسة ماريو حنا. الهدف منه مش بس نحصر نشاطات بكنيسة ماريو حنا وجوارها، لا، نحن عم ننقل جو الفرح لكل شوارع. نعم. صغرتا. جوزيت، بدنا نحكي عن مبادرة أطلقتوها السنة الماضية تشجيعا لكل أصحاب المحلات التجارية بمنطقة صغرتا. نعم. وهو ميس ويندو. ميس ويندو 2013 للسنة الثانية على التوالي عم نقوم فيها. هي أفضل واجهة
ميلادية. أفضل واجهة ميلادية لمحلات تجارية موجودة بشارع صغرتا والقضاء، أي 54 بلدة قادرين يستفادوا من هيدي المنافسة. الهدف منا أول شيء نحن نزين الشوارع يعني ونخلي العالم ترتاح نفسيتها بهيدا العيد. طبعا المحل يلي بيربح في عنا ثلاث جوائز نقدية. بتشجعوا كمان أهالي المنطقة نعم والزوار ليكونوا حتى يزوروا هالمحلات. نعم، والهدف منا حتى نساعد العالم يكونوا اكثر كرييتيف، يعني مش شرط محل يتكلف أكثر. نعم مش شرط ابتكار يعني بالواجهه اكيد ضمن رساله كريسمس. مش الهدف انه يتكلف اقتصاديا. نعم. على الواجهه يعني الفكره ممكن تكون كثير بسيطه. نعم هو يربح يعني هون تجي الكرييتيفيتي هي اول شرط. كيف بنختار مس ويندو؟ في عنا مرحله، أول مرحلة هي مخصصة لكوميتي. الكوميتي لجنة. نعم لجنة مؤلفة من مهندسي ديكور. وفي عنا تاني مرحلة هي لللايكرز. لايكرز هني على الفيسبوك، على الصفحة الإلكترونية through social media www.facebook.com/clubdesetudiants. بفوتوا الزائر بيشوف سلسلة من الصور لوجهات موجودة بقلب صغرتا. بمجرد ما عامل لايك عطى فرصة صوت. نعم. لهال المحل معين. نعم اللايكرز اللي نحصها 40% من انهم يعطوا تشانس للمحل هو يختار. النتيجة هي بتكون بسبعة الشهر، سبعة كانون الثاني. بكرة آخر موعد للمحلات لتبعث صورة للواجهة على كلاب دي يعني ديسيديون. بكرة 19 ديسمبر انتهاء مهلة التصويت للفيسبوك. نعم انه مهلة التصويت رح تبقى لاخر نهار. بكرة هو اخر مهلة للمحلات يلي بدها تبعث نو لتبعث صورة. صور على الفيسبوك. نعم الجو العيد مبلش من قبل من صغرتها. مش هيدا الاسبوع. نعم. لتبعث على clubdesetudiants@hotmail.com يبعثوا صور. وهون بحب اقول شغلي، يعني نحن معروفين في زهرة هي بنشتري لايكس حتى ناخذ اعلى نسبة من اللايكرز على الفيسبوك. رح يكون في عنا اي تي ديبارتمنت هي مراقبة حتى نتأكد من الفيك أكاونت، حتى يكون في عن جد فعلا انه هيدا المحل بيستحق بجدارة يفوز. هيدا بما يتعلق بمس ويندو. التصويت 60% للكوميتي و 40% للتصويت عبر لللايكرز. نعم في بعد عنا سلة الميلاد. سلة الميلاد سنة عن سنة بنعملها. يس بتضم بتحتوي على موني. الموني من صنع الستات يلي موجودين بصغرتا والقضاء. كيف بنختار الموني؟ نحن كروني معود فاونديشن في عنا ديبارتمنت الهدف منها تمكين المرأة اقتصاديا. هيدي المشاريع بتستقطب السيدات يلي عندهم انتاج ان كان اعمال حرفية او موني. بنساعدهم بنجيب لهم خبراء بنطور البرودكت تبعولهم او حتى من ناحية توضيب وتعليب وتغليف وجودة لانه في عنا صحة المواطن. ناخذ الموني من الستات وبنحطها بسلة العيد ونحن بنساهم بتصريف السلة. طبعا المردود بيعود للست دون اي مقابل لنا. هدف مثل ما سبق وقلت هو تمكينها اقتصاديا، تامين فرص عمل لهالسيدات. تامين فرص عمل لظرف او اكثر مش قادرين يطلعوا من بيوتهم. نعم حتى بيساعدوا ازواجهم بظل هالوضع الصعب. وكمان مثل ما قلنا عم نساعدها انه تثبت نفسها وصار في عندنا كثير سكسس ستوري. هالمشروع موجود من سنين عندكم. نعم ضمن المؤسسه اولا وضمن لا من ضمن المؤسسه. ونحن مش بس يعني مش اخذين بس كريسمس فيليج كمحطة لنساعد المرأة. كل مناسبة أو كل معرض عم نخلي الستات يشاركوا. هون بس بدي أحب ضيف شغلي أنه بسبب أكيد الأوضاع وهيك وما بننسى نحن الوضع الاقتصادي الصعب الدخول مجاني على كافة المسرحيات وكل النشاطات. نعم شكرا لك جوزيت. عقبال كل سنه ونتامل هيك يستفيدوا من كل هالعروض اللي عم بتقدموها اللي انا اكيد راح ينبسطوا فيها كبار وصغار. ميرسي رولا. بتشكركم انا باسم المنظمين، بتشكر اداره الام تي في لاستضافتكم. وطبعا بنتمنى ليف لاف صغرتا يصير شعار ليف لاف لبنان. وتفضلوا شرفونا على صغرتا لنعيش بكره فرحه العيد. شكرا لك جوزيت. وشكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم. وين انا؟ لقلنا من الصبح لهلا كاميرتي هون. شكرا. نحن معكم مشاهدينا بكره الصبح بنفس الوقت لايف جديد من نفس المكان. كونوا على الموعد. باي باي.